لكن حارس المرمى يتألق ويبعد الكرة إلى ضربة زاوية. لاحظ التسديد القوية من معاذ وحارس المرمى أثيرة كول يبعد الكرة يحاول تسديد هدف أكثر من مرة يبعد الكرات الخطيرة على المرمى. لاحظ التسديد الماضية نور لعب الكرة وسط ثابتة الشلوب يلعب الكرة إلى الأمام إلى خارج الملعب. يا رب يا رب كرة كيف الإمكان أن يسجل منها نور كاد يا الله يا الله يعني لاحظ الكرة التمريرة يا لبصت حسن بعاد لكن لو كان حسن حط السعودية جول للوطن جول لبلادي جول لبلادي جول لبلادي جول لبلادي. خليها وعليها الجول بالراس الذهبية الراس الذهبية يا عزازي جول. بالتالي تصل لأن خطير المنصات المنتخب التايلاندي وتسديدة سليمة مرت إلى خارج الملعب. ساريوك مرت كرة إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ الكرة خطيرة كرة خطيرة جدا خطيرة جدا للمنتخب التايلاندي لكن مرت سليمة. فكرة حلوة أثيرة كول يبعد كرة أحمد. لاحظ الكرة الممتازة من الفريدي لعب الكرة في الزاوية البعيدة لكن أثيرة كول حارس المرمى التايلندي يبعد الكرة الماضية بالتالي تمر من العابد عرضية فرصة تبعد وتصل شمراري تسديده وإلى خارج أرضية الملعب. تسديده من الشمراني إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. مرة أخرى يا نايف مرة أخرى يا نايف كرة من الشمراني ممتازة لكن إلى خارج أرضية الملعب. كان بإمكانه أن جول للسعودية جول لفريدي جول لفريدي خلصها أحمد خلصها فريدي بالجول. هدف ثاني هدف ثاني جول لفريدي يا رايق يا رايق هدف جميل جدا هدف جميل الفريدي وبالتالي 2-0 الآن. الفريدي عمل كل شيء عمل كل شيء الله عليك يا أحمد الله عليك وتسلم رجليك تسلم رجليك. كرة أمامية ممتازة مر فيها حتى بالجول حتى بالجول حتى بالجول. هدف ثاني للسعودية هدف ثاني للسعودية. خلصوها خلصوها عيالنا خلصوها شبابنا. فريدي وهو رايق وهو رايق حطها حطها في التنفيذ. نور يريد التنفيذ وبالتالي ربما يسجل الثالث. لاحظ الكرة الماضية سحب واضح وضربة جزاء موجودة ضربة جزاء موجودة. الكابتن الكابتن نور كابتن نور والامير رئيس العام لرعاية الشباب حاضر نواف بن فيصل بينما نور الكابتن والثالث والثالث في مرمى تايلاند وفي مرمى أثيرة كول اللي وقف وقف لنا في ثلاث اشواط من مباراتين. نور الان من ضربة الجزاء يستعد للتنفيذ راح تكره بالجول بالجول بالجول. ثلاثة 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 للسعودية ثلاثة ثلاثة للوطن ثلاثة لبلادي ثلاثة من نور من ضربة جزاء يسجل الثالث. ويا هي فرحة يا هي فرحة اليوم يا هي فرحة اليوم في الرياض يا هي فرحة اليوم في الرياض يا فرحة في السعودية كلها. هدف ثالث.